عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد كيف العادة قبل المباراة الودية المهمة ضد المنتخب الجزائري اللي باش ننتصروا فيه وهذا اللوك وهذه حجامة الانتصار بطبيعة فيديو جديد نحكيو فيه كيف العادة على المنتخب التونسي آخر التحذيرات كيف المنتخب الجزائري وصوله لتونس التصريحات اليوم برشا تصريحات وشوية أخبار من الميركاتو كي العادة مقبل بمشيو الحاجات هذه الكل عملت فيديو معناها مع أخونا وليد في قناة وليد هو بحكينا فيه على المنتخب التونسي وليد يوتيوبر ومشجع جزائري دونك هذه هي التصويره نتاع الفيديو تنجموا تدخلوا تشوفوا معنا الفيديو هذا اللي من فوق حكينا فيه على المباراه هذه حكينا فيه على الفورماسيون على برشا حاجات على التصريحات تنجموا تمشيوا دونك تشوفوا الفيديو هذه على دو بارتي كيف ما انا عملت الفيديو على الفورماسيون المتوقع اللي يلزمها تهبط بارتي الجزائر وان شاء الله مربوحه هذه هي التصويره اللي فوق وان شاء الله ننتصروا بالطبيعه في المباراه هذه قبل ما نمشيوا الحاجات هذه الكل كان وصلك الفيديو ما تنساش باش تعمل جيم ابوني وبطبيعه تنزل على النقوص باش اول ما نهبط فيديو تجيك نوتيفيكاسيون. نبداو بالمنتخب التونسي اللي قاعد كيف العاده يترينا ويحضر للمباراه هذه كيف العاده اجواء ممتازه وبطبيعه في الوقت اللي قاعد نصور فيه اليوم من هالخميس منظر الكبير عمل الندوه الصحفيه بطبيعه قبل المباراه الصحفيين سالوه برشا اسئله دونك جاب العيدوني في الندوه الصحفيه دونك منظر الكبير حكى على اهميه المباراه هذه حكى على التشريك للملاعبيه جدد حكى على انه الاوبجيكتيف نتاع التربص هذا انه يخرج احسن جول وحكى معنا على المباراه هذه بصفه عامه وقال اللي في كل مباراه خاصة كي نبداو نلعبوا في رادس نحاولوا نفرضوا اللعب نتاعنا دونك يا منظر الكبير ان شاء الله تكون معناها الافعال في وسط الميدان كيما الاقوال كيف عيسى العيدوني كان حاضر في المؤتمر هذا حكى وعمل بطبيعه التصريح نتاعو بطبيعه حكى على المنتخب الجزائري وحكى اللي هو زاد عنده اصول معناها الجزائريه وقال اللي هو باش يكون ماتش ديربي قدام شامبيون دافريك قال باش نعطيو معنا في المباراه هذه وباش نربحوا وباش نجيبوا ريزولتا بوزيتيف قال اللي مركزين وما فماش حاجه زايده على ماتش الكونغو صحيح يقعد ديربي اللي يجيب برشا اهتمام تاع الناس الصحافه كيف الجمهور التونسي اما تقعد قال الحقيقه نتاع وسط التيران هي الكل في الكل دونك ان شاء الله بانتصار في المباراه هذه عندنا ثقه في الملاعبيه نتاعنا كيف عندنا ثقه في اللعبه هذه اللي تخلي معناها للقلوب التوانسه من اوسع ابواب دونك اللعبه هذه لعب ممتاز صراحه خسروا المنتخب الجزائري كي ما جابوش للجزائر وبطبيعه النفع لنا كان المنتخب التونسي دونك عيسى العيدوني مبروك عليه بما انه اختاروه في ليكيب تيب ايكيب نتاع 11 من احسن ملاعبيه في الافريق في الجمعه الاخيره دونك مبروك للعبه هذه وان شاء الله يكمل يقدم المستويات هذه خاطر باش ينفع برشا المنتخب كيف وهبي الخزري عمل تصريح على المنتخب الجزائري وقال اللي المنتخب الجزائري والشعب الجزائري هو الشعب شقيق واحنا التوانسه نفتخروا ببلد المليون شهيد واي حاقد يحاول يعكر الاجواء مش باش ينجح على خاطر الدم التونسي والجزائري فرد دم قال شنو المشكله انه المنتخب الجزائري عام 26 مباراه بدون هزيمه ويسعى باش يعمل الركور هذا معناه 27 ويكسر رقم المنتخب الايفواري قال هذه خدمه كبيره برشا من الاطار الفني لعده سنوات وقال نوجه معناها نداء للشعب الجزائري مرحبا بكم بعائلاتكم بمنتخبكم في بلدكم تونس وفي لقطه صراحه مزيانه برشا جانب الشعب التونسي يزين الطرقات اللي تؤدي للملعب رادس اللي باش تلعب فيه المباراه بدربوات الجزائر كيف بالورد وحتى لوتيل اللي باش يسكن فيه المنتخب الجزائري دونك مرحبا بالمنتخب الجزائري في تونس وشفنا كيفاش المنتخب الجزائري في الطياره رياض محرز هبط فيديو في الباج اوفيسيال نتاعو كيفاش يغنيو والانطلاق الرحله من الجزائر لتونس المنتخب هذا انتصر في زوز مباريات الوديه ضد موريتانيا كيف ضد مالي وبطبيعه فما زوز ملاعبيه اختاروهم في التشكيله الاساسيه في التشكيله كيف اللي اختاروا فيها العيدوني نحكي على الفاغولي وعطال دونك تالق الملاعبيه الجزائريين صراحه وان شاء الله في المباراه هذه علاش لا يتالقوا مره اخرى ملاعبيتنا ويختاروهم في التشكيله الاساسيه وعلاش لا كان حنا بعل المجبري يهبط في المباراه هذه يقدم مستوى كبير اختاروه في الاحسن ايكيب افريقيه بما اني حكيت على اللعبه هذه الصفحه الرسميه نتاع الفيسبوك نتاع مانشستر يونايتد هني حنا بعد المجبري باول مباراه ليه مع المنتخب التونسي ان شاء الله بطبيعه يتالق اللعبه هذه وينورنا اكثر واكثر بطبيعه فيما يخص المنتخب الجزائري فما تصريحات كيف العاده مقبل تصريحات كان من المقرر انه جمال بالماضي يعمل ندوه صحفيه قبل المباراه لكن الغى الندوه الصحفيه هذه بطبيعه كان باش تكون نهار الجمعه لان نتسائل زعما علاش جمال بالماضي الغى الندوه الصحفيه هذه يمكن خايف المنتخب
المنتخب التونسي لا يعطينا شوية أسرار ننتصروا فيه. وبطبيعة خلينا نحكيو على التصريحات نتاع الملاعبية الجزائريين، نحكي على البلايلي اللي قبل لعب في الترجي وكيف كيف بغداد بونجيح اللي لعب في النجم الرئيسي الساحلي. بالنسبة ليوسف البلايلي دونك عمل التصريح نتاعو وقال ربحنا في زوز ماتشوات اللي فاتوا ومازال لنا ماتش تونس إن شاء الله نربحوه. قال في تونس عندي إخواتي عندي أصحابي وإن شاء الله تكون ماتش أخوي وإن شاء الله بطبيعة الفوز لينا وماتش 27 سون ديفيت. وبالنسبة لتصريح بغداد بونجيح قال اللي الماتش صعيب لينا وليهم دونك الديربي تلعب على تفاصيل صغيرة واللي يعرف يستغل التفاصيل هذه في الماتش سورتو اللي يربح الكرات نتاع وسط الميدان هو اللي يربح المباراة. وقال اللي أهم حاجة الفيكتوار وكان ماركيت باش تكون فرحة مضاعفة. فيما يخب أجواء ما قبل مباراة تونس والجزائر نمشيو توا على شوية أخبار من ميركاتو. نحكيو على فرجاني ساسي اللي هبط في الستوري نتاعو برشا كلام يشكر فيه نادي الزمالك على السنين اللي عداهم في نادي الزمالك والقدر اللي يلقاه. كيف كيف قال اللي باش نكشف برشا حقائق دونك نستناوها في الأيامات الجاية. وعلى حسب بعض التلفز المصري اللي فرجاني ساسي صحح عقد رسمي مع نادي الدحيل دونك بالتوفيق للاعب ذا اللي بطبيعه مش يلعب مع المنتخب في زوج مباريات القادمه بما انه تضرب هو والمساك. لاعب اخر يخص الميركاتو اللي هو محمد زكي العمدولي اللي عنده اصول تونسيه في الاصل عنده ثلاثه جنسيات تركيه سويسريه تونسيه. اللاعب ذا بطبيعه عمره 21 عام انتقل من ستاد لوزان ملعب لوزان لوزان سبور في الدرجه الاولى. العقد 4 مواسم دونك اللاعب ذا يلعب مهاجم. السنه لعب 32 مباراه سجل 11 هدف عاطي 4 تمريرات دونك مستقبل كبير قاعدين يحبوا يعملوا عليه خاصه في النادي اللي يشروه. كيف كيف اللاعب هذا لعب في الكاتيجوري 21 و20 مع المنتخب التركي كيف كيف السويسري وان شاء الله علاش لا نستقبلوه اللاعب هذا على خاطر ما احوجنا للمهاجمين في المنتخب التونسي اللي كان يترشق اللاعب هذا ويبروغريسي ينجم ينفعنا على الاخر. دونك هذه هي الاخبار نتاع اليوم، هذه هي التصريحات نتاع اليوم، اجواء المنتخب اجواء ما قبل مباراه الديربي تونس والجزائر ان شاء الله تكون عجبتكم. وكما قلت لكم في الفيديو اللي فات لنا اللقاء ونبقى اشقاء.